بسم الله، ربنا ثبتنا على التوحيد، وثبتنا على شهادة أن محمد عليه صلاتك وسلامك خير أنبيائك وخاتمهم وإمامهم، أمين يا كريم يا عظيم. ولئن رددت إلى ربي لأجدن، باللام التوكيد وفعل التوكيد، لأجدن خيرا منه ما منقلبا، يعني ماشي الأمر زيد يتحسن. شكون قالك مش جيد يتخذ؟ انت تتخذ والأمرك يتخذ، وبهلاك أمرك هلاكك يا غبي، نسأل الله السلامة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني وراء الكلمة ذاك هو كفر من الرحمن. قال له صاحبه، لأنه إذا كان حرم السلطان الدنيا وملك ما في بعضنا في الدنيا، قال له صاحبه وهو يحاوره، لمن قوله في إطار الحوار: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت حبس الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا. أنا أفرح يا أعدائنا اللي نهار كل تعتبرون من أهل الظلام وأنتم أهل النور والجمال وغيره، جمال بسيط، فتنة لكم وأنتم لا تعلمون أنكم من المفتونين. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا، ها، ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. كما تو البلاد هابط على المنتوجات الفلاحية، مرة شوفوا في العالم كله يهدد بمجاعة كونية أو أرضية، مجاعة مش تكون الجنية والإنسية، لأن مقتلي جوع معشر الكلاب البشرية، كلاب البشرية يقول ما يقاوش اللحم وما يتركوش العظم للجن، لأنه نصيبهم من طعام الدنيا. هذا يقول: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا، أي مصيبة، من السماء فتصبح صعيدا زلقا، ما يبقى شيء على وجه الأرض، بل تلي قفر لا ديزولاسيون، أو يصبح ماء وغورا فلن تستطيع له طلبا، ولا الماء أكل للنب سوتران سيفونتر، يا طلوطة مع أكل الطرق الفيزيائية اللي هي حيلة لاستخراج الماء من بطن الأرض، تولي ما عادش توصل. يعني التكنولوجيا متاع جلب الماء إلى سطح الأرض من يصبح غير ذي مفعول، ويصبح ماء وغورا فلن تستطيع لو طلبا. نعود إن شاء الله.